ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to إعالم Institute. This is teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلثوم, how are you? This is your course plan, inshallah, for this month. Inshallah, we'll continue our station of Surah Al Imran. And we are going to continue revision of Juz Am, inshallah. Now I'm going to recite this part of Surah Al Imran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ila Allah turja'u al umur. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. جزاكم الله خيرا كلثوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.